رسالة اليوم أنه العمر لسه أمامنا، وأنه اليوم أفضل من غد، وأنه كل فرصة تسمح لأي أم أو أي امرأة أنها تتعلم القراءة والكتابة أتمنى منها ما تقصر بهذا الموضوع، لأنه هذا الأمر يفيدها بالبداية، يفيد أبنائها، يفيد أحفادها. طلال مصطفى عبود، خريجة علم نفس. نحن مجموعة من الشباب الخريجين في منصة وعي، طبعا قمنا بهذه الدورة كحملة لمحو الأمية، وخاصة في المخيمات اللي كانت تعاني من هذا الأمر. طبعا الغاية من هذه الدورة والغالبية عند الأمهات أنه بدنا نتعلم القراءة والكتابة، بدنا نتعلم قراءة القرآن. من سمعنا محو الأمية حبينا نشارك، لأنه من أول ما قدرنا نتعلم. هنا أحمد العبود، مواليد 77. أتمنى من كل وحدة أنا ما تعرف تقرأ ولا تكتب أنها تشارك بهالمشروع هذا، لأنه اللي راح من عمرنا لازم نعوضه الحزينة. أهم شيء أنه وقت يجي ابنش الحس طفل صغير يقولش أنه قريني ما تعرفين تقرينه، هاي صعبة كثير. أو راشات الدواء، تشتخذي راشات الدواء ما تعرفين أنه ما تشربين هي أو شنو نوعها أو شنو هي. لازم هذا كلية الحزين نستفيد، وأتمنى من كل وحدة ما تعرف تقرأ أنها تتعلم.